كذلك يسأل عن بخاخ الربو. والله بخاخ الربو وفيه فتوى من اللجنة الدائمة إن كان القصد البخاخ العادي، هذا فيه فتوى من اللجنة الدائمة، لكن أنا أرى أنه لا يجوز استعماله، لا يجوز استعماله إلا عند الضرورة القصوى، يستعمله يقضي هذا اليوم، لأن الله أباح للمريض أن يفطر وهو يعتبر مريضا، فيستعمله ويقضي هذا اليوم الذي احتاج فيه إلى البخاخ. نعم.